أستاذة فريدة، عايزة أكلمك في حاجة مجتمعية إلى حد ما. إيه الفروق اللي حضرتك شايفاها ما بين مجتمعنا الآن ومجتمعنا زمان من ناحية القيم والأخلاقيات؟ عشان أنا ملاحظة فرق كبير، فعايزة أشوف هل حضرتك شايفة نفس القصة دي ولا لأ. كنا لسه بنتكلم حتى أنا وراني قد إيه، يعني إحنا مش من جيل تاني، بس إحنا حاسين قد إيه الدنيا اختلفت. لأن أنتوا بتتفرجوا برضو على أفلام. بحقيقي يعني الناس كانت شيك قوي، تعاملاتها كانت لطيفة قوي. بالظبط كده. أنتِ شوفي فيلم مثلا، الأم لما بيجي ابنها يكون سرق ويديها فلوس تقول له حضر الله ما بيني وبين فلوسك الحرام، دلوقتي بتقول له برافو يعني. أيوه. أنا بقول شخصيا يعني قناعتي إن حصل تغيير يعني مقصود في المجتمع المصري. مقصود. لانه الـ الـ البنت المصريه واللهجه المصريه والشعائر الثقافي المصري، كل ده كان نموذج في الوطن العربي كله. وكان زي ما تقولي وتد جامد كده في بناء الوحده العربيه. يعني انا مثلا في السبعينات وفي الثمانينات لما رحت اشتغلت بره، كنت بسافر دول عربية كان بيكلموني باللهجة المصرية. كانوا بيسألوني عن حاجات عبد الحليم حافظ وفاتن حمامة وسعاد حسني وليلى مراد التلفزيون. طبعا أم كلثوم وعبد الوهاب ما أقولكيش يعني. يعني في أنتي كنتي أنتي مؤثرة. أنتي المصباح المضيء في الوطن العربي. فأنتي لازم بقى الشخصية بتاعتك دي تروح. لازم أنتي البنت المصرية اللي مسلحة بالقيم ومسلحة بالمبادئ الدينية، سواء مسيحية أو إسلامية أو حتى يهودية، ما لناش دعوة. أيوة. لكن من جوه. يعني إنها ما تكذبش، ما تعتديش على حد، ما تسرقش. مين اللي متعمد يمحو ده؟ اللي متعمد يمحو ده أعداء الوحدة العربية. والمشكلة بقى في أدواتهم. أدواتهم إيه بقى؟ إحنا نفسنا. إحنا عن طريق طبعا للأسف عن طريق ما سموه بالدين. لأن إحنا من 1400 سنة إحنا مسلمين. مش معقول النجف في آخر 30 سنة ولا 40 سنة بس هو ده الإسلام. وبعدين الإسلام جوهر مش مظهر. صح. يعني أنا طبعا النهاردة هل يعقل إن أنا النهاردة أعمل يعني اقتل واسرق وانهب واغتاب واعتدي وكل ده، ها، والبس جلابيه ولا البس يعني لا. يعني مش ده مش هو زائد ده. بقى ان انت غيرتي الهويه المصريه. وشوفي الافلام، ما بقيناش شبهنا. وعلى فكره اليشبك والمش عارف ايه والكلام ده كان من تركيا برضو. لكن احنا كان عندنا ملكه من الاف السنين. ايوه ملكه. يعني نيجي النهارده نسمع ناس بتطلع ويفردوا لها القنوات، تفرد لها مساحات رهيبه، تقول لك المراه عوره، المراه تقعد في البيت، المراه مش عارف لا، يعني تدفن تقريبا وقد البنات زي ايام الجاهليه. صح، بس بطريقه مختلفه. مش ده مش احنا.